مرحبا مشاهدينا للمزيد حول ظاهرة الإعدام الجماعي في العراق، ما دفع الأمم المتحدة لإصدار تقريرها الذي يدين هذه الظاهرة ويحث الحكومة لوقفها. ينضم إلينا عبر سكايب من لندن رئيس جمعية المحامين العرب في لندن الأستاذ صباح المختار. حياكم الله أستاذ صباح. أهلا بك وبالمشاهدين الكرام. حياكم الله أستاذ صباح. منذ صدور تقرير الأمم المتحدة الخاص بتزايد الإعدامات في العراق والحكومة وأذرعها الإعلامية لا تنفك تشكك في التقرير ومخرجاته، إلى أي مدى ترى التزام اللجنة الأممية التي أصدرت التقرير، إلى أي مدى تراه مهنيا وحياديا؟ أعتقد من المفيد إذا ذكرنا للمشاهدين الكرام أنه دائما الدول هناك منظمات حقوق الإنسان من مختلف الجمعيات وكذا التي تنظر في انتهاكات حقوق الإنسان في الدول المختلفة، ولكن هذه منظمات يعني ليست دولية. المنظمة الدولية اللي هي المفوضية السامية لحقوق الإنسان جزء من إجراءاتها هناك ما يسمى بالإجراءات الخاصة للمجلس حقوق الإنسان، وهذه تشمل أكبر هيئة من الخبراء المستقلين الذين لا يتقاضون أي مرتب، وهم من خيرة وكبار القانونيين في العالم، ينظرون إلى القضايا التي تجري في العالم ويقدمون تقارير، وهم ليسوا موظفين في الأمم المتحدة ولا يحصلون على راتب، وهم مستقلين عن الحكومة وحتى عن الأمم المتحدة. هذه المجموعة هي التي طلبت من المفوضية إصدار البيان يوم 27. هذا البيان كما ذكر فيه أنها أكدت يعني أشارت إلى أن الحكومة العراقية تقول أن لديها 8000 حكم إعدام صدر في الفترة الماضية وسيتم تنفيذه. هذا الأمر يجعل أن العراق هو في مقدمة الدول الأكثر تنفيذا في العالم، هي أكثر من الصين وأكثر من إيران وأكثر من أمريكا، وكل هذه الدول عدد سكانها هي أضعاف مضاعفة لنفوس العراق. العراق هو الدولة الرابعة في تنفيذ الإعدامات في العراق. التقرير يتحدث عن إعدامات ممنهجة، وهذه الإعدامات تصدر استنادا في الغالب إلى اعترافات وصفتها بالملوثة بالتعذيب. في الحقيقة أن هذه الاعترافات في غالب الأحيان تصدر استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005. هذا الحكم فيه ما العراقيين يعرفوه ما يسمى المادة الرابعة إرهاب. هذه المادة تقول أن كل شخص مشمول بالمواد الثانية والثالثة يجب أن يحكم عليه بالإعدام. المواد الثانية والثالثة أربع فقرات منها تتحدث ليس عن العنف فقط، وإنما تتحدث عن التهديد، أي أن إذا قام شخص بتهديد آخر يعدم، وإذا عرف شخص بأن شخص يهدد آخر أيضا يحكم بالإعدام بموجب هذا القانون. هذه المشكلة اللي يعاني منها العراق في الوقت الراهن هي التي تجعل العراق في هذا المصاف غير المعقول. أصدرت أحكام المحاكم العراقية وأصدرت أحكام على جرائم لا يمكن اعتبارها جرائم مهمة أو جرائم كبيرة بحيث يجب إصدار حكم إعدام فيها. طبعا ممكن الحديث عن موضوع، لأن العراق يتحدث عن تحقيق العدالة الإلهية، أي أن العراق الآن أصبحت الحكومة أو القضاء أو البرلمان أو رئيس الوزراء أنه هم الذين يمثلون العدالة الإلهية، وهذا وضع يعني مخجل ومؤسف ويتعارض مع حتى المنطق ومع القوانين، لا القوانين الدولية ولا القوانين العراقية. لا يوجد في القوانين العراقية حديث عن العدالة الإلهية. العدالة الإلهية ليست في هذا الأرض، العدالة الإلهية في السماء. طيب. في العالم. أستاذ أستاذ صباح، يعني لما الانتظار حتى تكشف التقارير ما يتم من انتهاكات داخل السجون العراقية وبحق المعتقلين العراقيين؟ من هي الجهة المناط بها مراقبة مجرى تحقيق العدالة وتحقيق القانون وإنفاذ القانون؟ هل هناك جهة يعني رقابية؟ هل هناك نيابة عامة من المفترض أن
ترى وتتوثق من أن القانون ينفذ على وأحكام الإعدام تنفذ على من يستحقها؟ نحتاج أن نكون واقعيين إلى حد ما. الدول ليس هناك دولة أعلى من دولة، وليس هناك سلطة أعلى من الدولة. الأمم المتحدة هي منظمة تشمل جميع دول العالم، ولكن الأمم المتحدة لا تحكم الدول، الدول هي التي تتصرف، والأمم المتحدة هي التي تراقب وتحدد وتدعو إلى وتعارض وتأخذ الإجراءات. ما صدر على المفوضية السامية لحقوق الإنسان هو كافة دول العالم الممثلة في مجلس حقوق الإنسان. هذا المجلس أصدر هذا البيان باسم المجموعة الدولية. المجموعة الدولية هي التي تراقب ما يجري في العراق، المجموعة الدولية هي التي تراقب كيف يتم الأمر. يعني بالنسبة للعراق هناك عدة مشاكل. المشكلة الأولى تبدأ في موضوع الاعتقالات. الاعتقالات تجري على المخبر السري وغير ذلك. الاعتقالات حينما تجري يكون هناك تعذيب، والتعذيب موثق في كثير من الحالات. هناك أشخاص قطعت أجزاء من جسمهم أثناء ثم تأتي المرحلة التالية بعد الاعتقال، وهي مرحلة التحقيق. في مرحلة التحقيق في غالب الأحيان لا يوجد محامين للدفاع عن المتهم، وإن وجدوا فإن حقوقهم تقيد بدرجة يكاد يستحيل عليهم القيام بواجبهم. هذا كله إحنا بعدنا في مرحلة التحقيق. ثم يأتي بعد ذلك مرحلة التنفيذ. مرحلة التنفيذ هذه يختص فيها قانون المحاكمات الجزائية لسنة رقم 23 لسنة 71، وهذا ينص، هناك نصوص تتعلق بالإعدام تقول أنه لا يجوز إعدام الشخص قبل إبلاغ أهله. تقول أنه لا يجوز إعدام الأشخاص في الأعياد الرسمية والعطل الخاصة بالديانات المحكوم. تقول أن على إدارة السجن أن تبلغ الآخرين. هذه أغلب هذه لا تجري في العراق. فنرى الاعتقال هو سيء، التحقيق هو سيء، التقاضي هو سيء لأنه في بين المخبر السري والتعذيب، ثم بعد ذلك يأتي الحكم الذي ينفذ بطريقة غير يعني الانتهاك، بمعنى أن الانتهاكات تكاد لا تنتهي في هذا السياق. ما الذي يعنيه تشكيل السوداني لجنة للرد على تقرير الأمم المتحدة بدلا من الوقوف على أسباب الأزمة وإعادة النظر في الأحكام وظاهرة زيادة تنفيذها؟ والله يا أخي الوضع في العراق الجميع يعلم، الحكومة ليست مهتمة بأي أمر، وإنما مجرد أن تكون سمعتها. يعني حينما يقوم رئيس الوزراء كل أسبوع بفتح عشرات المشاريع الخيالية ويتم فتح نفس المصفات أربع مرات من قبل أربع رؤساء وزارات في حين هو غير موجود، حينما تقوم الحكومة بدل من معالجة الإساءات سواء كان في أي مرحلة من المراحل، مراحل الاعتقال، مراحل التغييب، مراحل التعذيب، مراحل الإعدام، بدل أن تعالج هذا الأمر تقول أنها سترد على هذه. وبالتالي طبعا من المعروف أنه ستحدث بهذه العبارات، نعم أننا نطبق القوانين وحقوق الإنسان، ولكن حقيقة ما يجري في العراق واقعا يتعارض مع أي بيان. المسألة ليست موضوع إصدار بيانات من قبل الحكومة السودانية، الحكومة العراقية عليها، وهذا بالمناسبة هذا الأمر ليس جديد، الحكومة العراقية سبق وأن أبلغت من قبل مجلس حقوق الإنسان بضرورة معالجة قانون مكافحة الإرهاب، لأن هذا القانون لا يستوي مع المستوى الدولي والقانوني في أي مكان، لا في الدستور العراقي ولا في الدول الأخرى. لا يجوز الحكم تلقائيا بإعدام شخص لأنه هدد آخر مهما كان نوع التهديد. طيب تجاهل هذه التقارير وهذه الإشارات من قبل حكومة السوداني، تجاهلها لهذه الأمور ما الذي يعنيه؟ والله يعني يا أخي أن العالم على المستوى السياسي فقد المعايير الأخلاقية والإنسانية والقانونية. الدول بصورة عامة تتعامل مع العراق وغير العراق من الدول التي ترتكب الانتهاكات بما فيها إسرائيل، تتعامل معها كأنه ليس هناك شيء. ومن هنا
فقد الناس الثقة بالنظام الدولي، لكن هذا لا يعني يجب السكوت عليها، بالعكس يجب الاستمرار في إيضاح الأمر. ويستطيع السوداني أن ينشئ 10 لجان للإجابة على هذه الأسئلة، وأعتقد أنه إذا ما أصدرت يجب أن يكون هناك ردود فعل، ليس فقط من الأمم المتحدة وإنما من الأشخاص. يجب أن يكون هناك رد فعل من أهالي الضحايا الذين اختفوا أو الذين أعدموا. سيصدر بيان وسيكذب أو ما أعرف إيش يقول بالبيان ماله، لكن على أهاليهم وعلى الجهات القانونية أن تتحرك في هذا المجال. شكرا جزيلا لك صباح المختار، رئيس جمعية المحامين العرب في لندن، كنت ضيفا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.